سيداتي سادتي، نحييكم باسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة روح القدس معكم جميعا باسم الإله الواحد وكلمته وروحه. أحيانا كثيرا نسمع هذا الاعتراض على الإيقونات المقدسة، على الصور والتماثيل في كنائسنا وبيوتنا، وهو اعتراض مشترك إما من العالم اليهودي الذي يجهل الكتاب المقدس أو يتجاهل بعض فقرات، بل فقرات كثيرة من الكتاب المقدس ما فيه من العهد القديم نفسه، وأيضا من العالم الإسلامي وأيضا من العالم البروتستانتي. اعتراض إذن كما قلنا على الإيقونات، أي الصور المقدسة والتماثيل. الاعتراض يستشهد بسفر الخروج، عفوا فصل 20 الآية الرابعة تقول: لا تصنع لك منحوتا ولا صورة شيء مما في السماء من فوق، ولا مما في الأرض من أسفل، ولا مما في المياه من تحت الأرض. يعني هذا هو بيستشهد لك بالآية الرابعة، ولكن الآية الرابعة يجب عدم سلخها من سياقها، كما يقال في الإنجليزية text in the context. ما هو إطارها؟ ما هو سياقها؟ سياقها أن الله يخاطب الشعب العبري الذي كان يعيش في مصر بين شعب وثني متعدد الآلهة، عنده آلهة، معبودات عديدة وأصنام عديدة. إذن هذا هو النص من الوصايا: أنا هو الرب إلهك، لا يكن لك إله عفوا لا يكن لك آلهة أخرى تجاهي، في العبرية نجدي يعني ضدي، منقول بالعامية ضدي أو أمامي، حتى لا يكون لك آلهة أخرى تجاهي وضدي. لا تصنع لك آلهة، يعني لا تصنع لك أصناما، لا مما في السماء أشكال طيور، ولا الأرض ولا تحت الأرض، لأنه كثير من معبودات الفرعونيين كانت أيضا حيوانات بعيدا منكم. لا تسجد لهن ولا تعبدهن. نحن عندنا الإيقونات المقدسة ليست آلهة أخرى غير الله ولا مع الله، لا نسجد لها، لا نعبدها. إذا كان هلأ في بشر بعبدوا الصور أو التماثيل أو الإيقونات، فهذا مخالف لتعليم الكنيسة. على فكرة إذن إذا أخذنا الآية لوحدها مسلوخة، لا تصنع لك صورة، معناها ممنوع التصوير، ممنوع النحت، ممنوع الرسم، ممنوع الأفلام، ممنوع الفيديو، ممنوع السينما، ممنوع اليوتيوب، كل هذا ممنوع، ممنوع صورتك على جواز السفر لأنه هاي صورة، ممنوع الأبجدية، لأن الأبجدية المصرية الهيروغليفية الفرعونية القديمة كانت صور، ممنوع الأبجدية الكنعانية لأنه أساس الكنعاني الأبجدية الكنعانية اللي منها أخذت العبرية هي كمان صور. مثلا البيت، حرف الباء يعني بيت، بيت دالت، دال يعني دالت يعني كانت باب، جيمل يعني جمل يعني جمل، إذن أساسها كمان صور. المعترض يكتفي زي ما قلنا بآية مسلوخة عن سياقها. الآن خلينا نفتح آيات أخرى من نفس سفر الخروج اللي حكينا عنه، فصل 25 آية عفوا فصل 25 آية 18. نفس الإله اللي قال هون، بأخذ أجوبتي من كتاب الأب يعقوب حنا سعادة من مواليد يافا فلسطين، أحد كانت البطريركية اللاتينية المقدسية. الجواب من الكتاب: لا تصنع لك تمثالا منحوتا
في نفس الوقت نفس الإله لموسى نفسه يقول نفس في الخروج، ولكن فصل 25 آية 18 اصنع كروبين من ذهب، اصنع أو تصنع. سفر الخروج 20:4 زي ما قلنا لا تصنع لك صورة. سفر الملوك الأول اللي هو الثالث باليوناني فصل 4 آية 5 فصل 6 آية 32 إن ابنك سليمان هو يبني الهيكل باسمي لاسمي، ونقش سليمان على جميع جدران البيت على مدارها صور كروبين ونخيل وزهور متفتحة في البيت، هبايت يعني الهيكل وما يتصل به. سفر الخروج 25:18 اصنع كروبين من ذهب، صنع الطرق، تصنع كروبا على هذا الطرف وكروبا على ذلك الطرف من الغشاء، تصنع الكروبين على طرفين، يكون كروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما على الغشاء وأوجههما الواحد إلى الآخر، وإلى الغشاء تكون أوجههما. فأجتمع أنا الرب بك هناك وأخاطبك من بين الكروبين. طبعا الكروبين يعني تمثالين لكروبين، الكروب يعني نوع من الملائكة. وقال الرب لموسى، إذا دائما نفس الإله يقول لموسى اصنع المسكن، اصنع ألواحا للمسكن. ويستمر الفصل 27 من الخروج مواصلا سلسلة أعمال اصنع، اصنع قرون المذبح على 4 زوايا، اصنع يا موسى طوقين من ذهب وسلسلتين من ذهب خالص. فصل 32 من سفر الخروج يروي التنفيذ، ولكن عفوا يروي كيف صنع الشعب لنفسه صنما عجلا من ذهب، وهذا لا يريده الله. انحت لك لوحي حجر كالأولين، سفر الملوك الأول قلنا فصل 6 آية 23. الآن نأتي إلى نص مهم جدا، آخر نص نستشهد به من سفر العدد فصل 21 آية 5 إلى 9. الشعب يتذمر على الله ويرسل إليه الرب، يرسل الرب إلى الشعب حيات حارقة، فيتضرع موسى لأجل الشعب ويقول الرب لموسى اصنع لك حية، اصنع نفس الإله قال له لا تصنع، اصنع لك حية من نحاس وارفعها على سارية فكل لديغ ينظر إليها يحيا. فصنع موسى حية من نحاس. إذن كما نقول في العامية خلقت نحاسة، خلقت حية، حية حيوان بغيض ينظر إليها إنسان مهدد بالموت ويجد الحياة، وهي رمز للسيد المسيح. الحية رمز للسيد المسيح، والسارية عفوا رمز للصليب، كما قال السيد له المجد في يوحنا 3:14 كما رفع موسى الحية في البرية هكذا يجب أن يرفع ابن الإنسان. بدناش ننسى أخيرا في الرسالة إلى أهل كولوسي فصل 1 آية 16 إنه في المسيحية لا خطر ولا ضرر من الإيقونات. إحنا بنعبد الإله الواحد، والسيد المسيح هو كلمة الله، هو تجسد الله، وهو صورة الإله غير المنظور. هي الرسالة إلى أهل غلاطية فصل 1 آية 16 عفوا يقول ما يلي، آية 15 عن المسيح إنه صورة الإله المنظور، في اليوناني إيكون تو ثيو تو أوراتو. إذن الإله الذي هو روح محض تجسد في كلمته، تجسدت في المسيح والكلمة صار جسدا وحل فينا، أي أقام خيمته بيننا وقد رأينا مجده. إذن اللي بده يستشهد بالكتاب المقدس يجب أن يستشهد بكل الآيات عن موضوع معين، والآيات التي يستشهد بها يجب أن يستشهد بها في سياقها
ولا يفصلها ولا يسلخها عن سياقها. وشكرا لإصغائكم.